مشاهد مرعبة، فكرة ان انت ابنك بيدرس في مدرسة والجيش قرر يهدها، مش كده؟ مشاهد صعبة على اي حد، لكن عبد الفتاح السيسي رأس الدولة المصرية كان بيحذرنا من مشاهد مشابهة، وبيقول انه مانع عننا الافلام الوحشة اللي بتحصل في سيناء. نتابع. الحرب اللي هناك حرب ما كانتش بسيطة يعني، واحنا لو جبنا لكم الافلام مش بتاعتنا احنا، عشان ما تقولوش ان احنا اللي يعني تصويرنا، لا لا، نقول على النت وتشوفوا حجم الخسائر وحجم الدمار وحجم الخراب اللي اتعمل والناس اللي ماتت. انا والله لولا رأفة بيكم اوريكم فيلم واحد، والله العظيم انا بقسم بالله انا متهيألي كل المصريين ما هتنام لو وزعت لكم الفيلم ده. هو الحقيقة المصريين مش هيناموا لما يعرفوا تقرير الجارديان ومؤسسة سينا انه في الاف الطلاب اللي من سن ولادهم مش بيتعلموا، لان حضرتك هديت مدارسهم وحولت جزء تاني لمنشآت عسكرية والمسلحين او الارهابيين استهدفوا مدارس اخرى. هو ده فعلا الفيلم اللي مش هينيم اي حد، لان كل الناس عندها عيال، كل الناس بتشوف ولادها وهي رايحة المدرسة. لما يتخيلوا ان ولادهم دول المدرسة بتاعتهم اللي في العجوزة ولا في الدقي ولا في اسكندرية ولا في اي حتة، جه الجيش خدها وقال لك اصلها اربع طوابق فانا عايز القناصة بتوعي يطلعوا فوق، والولاد دول خرجوا برا العملية التعليمية تماما، فهو ده فيلم الرعب اللي الناس ما تنامش منه، مش اللي حضرتك بتقوله. طيب قبل ما أرحب بضيفي، في تصريح مهم قوي قاله أحد المحافظين في منطقة سيناء وهو اللواء خالد فودة، لما ناشد المسؤولين يتدخلوا عشان حاجة غريبة شوية. تعالوا نسمع مع بعض قال إيه. في مدارس في حاجة واحدة بس، وأنا يعني يا رب صوتي يوصل للمسؤولين، البنات، البنت السيناوية في منتزكة وشاطرة جدا وقيادية كل حاجة، بس المدارس اللي في المدن يعني ديما ديما بورديس وشرم الشيخ والطور ولا دول بتعلم، المدارس اللي في الجانب اللي قلت لك عليها داخل التجمعات، المدارس هناك لغايه ابتدائي، لغايه ابتدائي فقط، لغايه ابتدائي فقط. اللي بيحصل الاسر بتعلم الصبيان، بتوديهم بعربيات 40 كيلو 30 كيلو، يروحوا فين؟ يروحوا المدن يتعلم. البنات بيقعدوا في البيت. فطبعا هذا الموضوع غير لائق بالمره. يا سياده اللواء خالد فوده، ارجوك وانت بتناشد المسؤولين عشان يروحوا يشوفوا المدارس والناس اللي ما بتكملش تعليمها، تناشد نفس المسؤولين يا سياده اللواء عشان المدارس اللي مؤسسه سينا والجارديان يتكلموا عنها، لان دي جريمه تخالف الدستور وتخالف القانون ايضا.